أولى فقرتنا سلمى لليوم رح نحكي فيها عن اضطرابات يلي بتصيب الأطفال أنواعها وطرق العلاج وأيضا صعوبات التعلم مع اختصاصية صعوبات التعلم ميسم فهد الحصرية. صباح الخير. صباح أهلا صباح وسهلا الخير، فيكي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني عنوان شوي يمكن مو كل الناس رح تعرف شو المقصود فيه، لهيك خلينا نبلش نشرح للناس بالبدايه شو المقصود بالاضطرابات القابله للعلاج عند الاطفال. نحن على طول تعودنا انه نحن في عنا اضطرابات بتكون ملصقة أو خلينا نقول جاي عليها طابع أنه هي مرافقة الطفل للأبد أو بتكون مرافقتنا للأبد. من هون طلعنا نحن خلينا نقول كشعار بالتوحد ليس إعاقة، لأنه كان هو يعتبر نوع من أنواع الإعاقة اللي غير قابلة للعلاج. فبلشنا من هون أنه نحن نصنف أنه أوكي أنه في أنواع اضطرابات ممكن يرجع الطفل فيها طفل طبيعي، وفي أنواع اضطرابات لا بتكون ملصقة معه أو خلينا نقول بترافقه لنهاية حياته. هلا خلينا نقول مثل مثلا متلازمة داون هو نوع من الاضطرابات اللي بتخص اضطراب كروموزمات مثلا، هي بتضل مرافقتنا كل الحياة. عندنا مثلا صعوبات تعلم، بيضل في عندنا بعض السمات اللي بتكون غير قابلة للعلاج. مثل عندنا مثلا اللي بيكون عندنا صعوبات تعلم نمائية، بيضل في عندنا شيء اسمه الذاكرة بتضل ضعيفة. قد ما كنا عم نتذكر بسرعة، قد ما كنا نحن عم نعالج منطقة بروكا فرينك، منلاقي إنه الاضطراب بعده قائم. إيه بيصير في عنا اكتساب، ولكن بيكون في عنا فرق بسرعة الاكتساب عند الطفل، بيكون عنا فرق بمدى الاكتساب، يعني قديش ممكن يضاين معنا. ولكن في عنا اضطرابات هي ممكن تكون قابلة للعلاج بشكل كامل، وهذا الشيء اللي كتير رح يفاجئ بعض الأشخاص لما نذكره مثل ما ذكرتي حضرتك، هو اضطراب التوحد. اضطراب التوحد هو اضطراب صار قابل للعلاج لما عم يتعالج الطفل منه، عم بيكون طفل طبيعي بنسبة 85 ل 90%، طبعا تبعا لأنواع التوحد اللي بتكون موجودة عندنا. يعني مثلا التوحد كلاسيكي يختلف كنسبة علاج عن توحد سبيرجر وإلى آخره، ولكن بيرجع بيكون قابل للعلاج، يعني بيرجع طفل طبيعي وما بيكون شيء مرافقه مدى الحياة. نقص الاكتساب أيضا من الاضطرابات اللي قابلة للعلاج واللي ما بترافق الطفل أبدا. خلينا نقول أيضا بيكون في عنا شيء نقص اكتساب عصبي حركي، أيضا هو نوع من أنواع الاضطرابات اللي ما بترافقنا وبتكون قابلة للعلاج. وعندنا صعوبات التعلم الأكاديمية أيضا بتكون قابلة للعلاج بشكل كامل. خلينا نحكي بالتفصيل عن كل نوع من هي الاضطرابات، شو مراحل العلاج اللي ممكن ترافقها، وقديه ممكن تطول مدة العلاج لحتى نبدأ بعملية الدمج بعدين؟ سؤال جدا مهم، لأنه نحن كتير عم نشتغل حاليا بشكل عشوائي. يعني منلاحظ انه مثلا بيجي طفل اوكي فورا بيخضع لطريقه او خلينا نقول لخطه علاج. نحن لا، لازم نكون عم نشتغل على محور جدا مهم اللي هو محور التشخيص. يعني احنا اول ما بيفوت طفل على المركز فورا لازم نشتغل على قصه مثلا تشخيص. هذا التشخيص لازم يكون دقيق لاعرف هذا الطفل شو نوع الاضطراب اللي عنده، كيف ممكن نقيم هذا الاضطراب لحتى احط له فيما بعد خطة تسمى خطة فردية. خطة فردية يعني نحن كل طفل بنعرف نحن شو نقاط القوة وشو نقاط الضعف عنده لحتى نشتغل على المشكلة تحديدا. بس إذا كنا نحن عم نشتغل على كل النواحي مع بعض رح يكون في عنا نقاط ضعف، أو ممكن مثل ما بنقول الطفل ممكن ياخذ بعض نقاط الضعف من أصدقائه أو من زملائه اللي بيكونوا موجودين بنفس القاعة. أيضا بعد ما بنشتغل على خطة عمل فردية بيكون في عنا شيء اسمه تدريب. التدريب هو جدا مهم لأنه هو بيصقل المهارات اللي نحن بدنا نعطيها بالخطة العلاجية. ونحن بنعرف أي عملية تدريب وتأهيل هي عبارة عن مهارات، سواء كانت استقلالية أو كانت اجتماعية أو كانت نفسية أو كانت حركية، لازم الطفل يتعلمها، لازم الطفل يتعلم كيف يوظفها بحياته دائما.
المرحلة اللي بعدها بتكون هي تقييم المهارات، أو خلينا نقول توظيف المهارات. توظيف المهارات يعني أنا قديش قدرت استفيد من المهارات اللي أخذتها بشكل تدريبي بحياتي اليومية. قديش يعني كتيرنا في عنا مشكلة إنه نحنا عم نتبع على التلقين. أوكي أنا بعطي الطفل أحمر، ولكن أنا ما بجرب إلو عطيني الكاسة الحمراء بعد الكرسي الأحمر البيس كنستك الحمراء، لأنه هذا الشيء هو بفيده بحياته اليومية. أيضا بعد مرحلة توظيف المهارات نجي لمرحلة إنه أنا قديش استفدت من هي المهارة، يعني قديش أنا عكست على نفسي، وهي المرحلة اللي نحن منقول عنها مؤازرة أو تآزر حسي حركي. قديش أنا عم بستفيد منها لما اجي انا واقول انه الطفل صار يعرف الاحمر، يا ترى عم يطلب انه هو او عم يختار او عم بفضل الاشياء. هذا الشيء اللي كتير بفيدنا فيما بعد بالخطط العلاجيه اللي بتخص الدمج بهي المرحله. طيب خلينا نحكي اكثر. اليوم في كتير ناس بتسعى انه يندمج ابنائها لحتى يقدروا يتعلموا ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه. حضرتك قلتي انه صار اضطراب التوحد قابل للعلاج 100%. ايمتى بتبدا مراحل الدمج، وايمتى بنقول هدول الاطفال بيندمجوا وهدول لا؟ كثير لازم ننتبه على هذا المطرح. يعني لما انا بقول انه هذا الطفل صار قابل للدمج، معناتها انا لازم يكون هذا الطفل خضع لتقييم. هذا التقييم بيّن هذا الطفل إنه هو قادر حالياً إنه يتلائم مع فئة الأطفال بدها تكون موجودة، لأنه أنا بهي المرحلة اللي هي كتير اللي بتضوي عليها، اللي هي مرحلة خطرة، هي ما بتكون خطرة لطفل التوحد على فكرة. وهذا الشيء أنا كتير حابة ركز عليه. كتير من الأهالي بيجوا لعنا إنه نحن أطفالنا بدهم يكونوا موجودين مع أطفال التوحد على فكرة. طفل التوحد ممكن يكتسب النقاط السلبية أسرع، ولكن الطفل الطبيعي بيكون اكتسابه أقل، يعني للعادات أو خلينا نقول للنمطيات، أو ممكن فممكن يساعد. ولكن بدنا نكون منتبهين على شيء كتير مهم، إنه أنا ما يصير تاتش بين طفل الطبيعي وطفل التوحد، أو خلينا نقول أي نوع اضطراب، لأنه هذا الطفل بده يصير مراي. يعني هذا التاتش اللي صار اليوم رح يرافقه كل حياته، لأنه هو صار عنده إدراك حسي جيد، صار عنده ذاكرة عاطفية جيدة، وصار عنده صندوق مهارات يومية. بعد ما الطفل خلص مراحل العلاج صاروا هدول فاضيين، فهو رح يبلش يمليهم. فكتير بدنا نكون حريصين بالنوع وبالكم اللي نحنا بدنا نمليه بهذا الصندوق. هون كنت بدي اسالك انه اليوم قد ايه مهم الوسط المحيط بالطفل يلي بترافقه هي الاضطرابات، سواء من الاهل او المدرسه، البيئه العاطفيه والدعم المعنوي قد ايه بيسرع من عمليه، اذا بدنا نقول، اعاده دمج الطفل وعودته يمكن لقوته الذهنيه والطبيعيه. ثلاث اشياء اساسيه انا بعدها هي مهمه بأي وسط اجتماعي، سواء كان الطفل طبيعي أو كان الطفل عنده اضطراب أو لا. أنا بقول الثلاث شغلات الأساسية هي ثقتنا بأطفالنا، هي إيماننا فيهم، وهو كمية الحب ونوع الحب اللي نحن بنقدم لهم إياه. الحب أنا بعتبره أهم شيء بأي عملية، سواء كانت عملية تعليم أو كانت عملية اكتساب أو كانت عملية دمج. يعني لما يكون هذا الطفل عم، أو خلينا نقول، أو حتى نحن كأشخاص طبيعيين، لما نكون نحن عم نعيش ببيئة مليئة بالحب، فرح نتعلم ناخد كل شيء بحب، بالتالي رح نتعلم إنه نعطي كل شيء بحب. وبالشيء الأهم كل هدول إنه نحن بدنا نتعلم كيف نعطي هذا الاكتساب بطريقة تسرع عنده العمليات الاجتماعية اللي هي أهم شيء بعملية الدمج. فمثل ما ذكرتي حضرتك، البيئة العاطفية هي بيئة جدا مهمة، ولكن منضوي هون على شغلات تانية، إنه عطول نحن بدنا كتير نكون حريصين من المبالغة. المبالغة بأي شيء هو شيء ممكن يكون شيء سلبي بالنسبة لنا. بالنسبة للنوعين، يمكن الطفل الطبيعي أو حتى الطفل يلي بيرافقه نوع من الاضطراب، المبالغة دائما سلما بنعرف إنه هي يمكن نتائجها سلبية أكثر الأحيان. تماما صح. طيب خلينا نحكي أكثر اليوم بالنسبة لصعوبات التعلم. كمان الأهل كثير منهم بيتأخر لحتى يدرك إنه ابني عنده صعوبات تعلم، وبالتالي بيفوتوا على مرحلة العلاج بوقت متأخر. فهون نحن كيف نبلش هيك نتلمس هذا الخطر ونعرف إنه لا، هذا فعلا صعوبات تعلم، مو مشكلة إنه هو عم يدلع أو ما بيعرف كي أو. هلا أنا عطول بقول إنه هو النكران حالة كثير طبيعية. يعني خلينا نقول أي أم
أو أي شخص بحب أولاده رح يتم عم بيقول لا يمكن لأني أنا ما لعبت مع ابني، لا يمكن لأني أنا تأخرت شوي بتعليمه. منبلش منصب على كل شيء بيتعرضوا له أطفالنا حتى نحن نحمي أطفالنا من أي نقص. ولكن لما أنا أعرف إنه كان صعوبات تعلم، إن كان أي اضطراب تاني، هو ما له نقص، بالعكس نحن حالياً طلعت عنا قصص نجاح فعلاً كتير كتير كتير. أنا بعدة إنه هي بعيدة، كتير بعدة إنه هي فعلاً أعطت اجتماعياً، خلينا نقول انفعالياً بهذا المجتمع، مو بس تعاطف مع هدول الأطفال من باب الشفقة، لا فعلاً عندهم قدرات خارقة شفناها كثير. تماماً تماماً. فلا أنا ممكن يكون هذا الطفل هو أكثر طفل عم بيقدم لي، مثل ما يعني مثل ما على طول أنا بخبر أي أهل إنه لما أنا بحس في عنا مشكلة معناتها بالمقابل أكيد في عندي نقطة قوة مقابلة. صح، يعني أنا على طول بعتبر إنه الرب وقت بياخد مننا شيء فهو أكيد لازم يكون عاطينا شيء مقابل. السبب الأساسي إنه أنا إذا عطيت أو إذا تقبلت هذا الطفل بحب، إذا عرفت إنه هاي نقطة الضعف رح يطلع مقابلها شيء حلو، فأنا أكيد رح طالع الشيء الحلو من عند طفلي. كتير حلو هذا الحكي، وبكفي إنه نحن يكون عنا إيمان مطلق بأطفالنا وبمحبتنا تجاههم. ويا رب الصحة والسلامة لجميع الأطفال. شكرا لك. الصحة والسلامة، صباح الخير. شكرا لك. أما هلأ فرح رح ننتقل لمحطتنا التالية وتحديدا لريف حما ومدينة السلامية وفعاليات أيام مهرجان.